داسيا لوغان موديل 2013 مازوت للبيع محمدي. السلام عليكم متابعي القناة ديالنا أوتو الزائرين، مرحبا بكم فيديو جديد مع سيارة مستعملة للبيع بلاكاتين غير داسيا سيتي بوي موديل 2013 ماشية 173,000. السيارة ديالنا دوزيامان ديزل مازوت العامرة غودغان، فيها جوانت ألمنيوم، فيها فارسوكو ليكخون، زاج إلكتريك بربعة ماسك. لاحظوا بقى السيارة جديدة جامي أكسيدنتي، كيلومتراج 176,000. لاحظوا الفولو خاوي، فيها ليميتو ريجيلاتور، متابعي القناة ديالنا كنحاولو نقربوكم أكثر من السيارة. بواطة ديالها مانيال، كنلاحظو الكانيتور ديال السيارة، الصالون ديالها باقي جاي، كيطرو فيها 8 مليون أونص. كتواجد السيارة في مدينة المحمدية، توتلي زوبسيو خدامين فيها، السيارة ديالنا باقا نقية. باش نشوفو المارة ديالها، الثمن ديالها راه مناسب 8 مليون أونص، موديل 2013، ماشية 176,000، دوزيامان. شوفوا لي بنو سوكو ديالها باقي نقي، الجفنة ديالها مفيهاش البوراج ولا السيليكون، لاحظ السيارة باقا نقية. شوفوا الموطور ديالها تاهويا، السيارة ديالنا 6 خيل اقتصادية انسيس، الكونسوماسيون ديالها داخل المدينة اقتصادي، الباتري ديالها باقي جديد، لا مارك ديالو انرجي، لاحظو لونطري ديال السيارة مفيهاش اكسيدونتي ومضغطة ولا شي سودور ولا شي صباغة سونطوفير، كنلاحظو الصباغة اللولى هي الدار، متبعي القناة ديالنا متنساوش ديرو لايك وتابوناو وبارطاجيو، ولي بغا رقم الهاتف ديالنا في صندوق الوصف.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.